حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت اللجنة المالية النيابية إن النفقات التشغيلية والرواتب في الموازنة ارتفعت لتبلغ 170 تريليون دينار. وأضافت اللجنة أن جداول الموازنة كانت تتضمن إضافة في السقف الأعلى للإنفاق حيث بلغ 226 تريليون دينار، وكان هناك إجراء في تخفيض هذه الإنفاقات وعادت مرة أخرى إلى 210 تريليونات دينار قياسا بالعام الماضي والذي كانت فيه 199 تريليونا. قررت حكومة كردستان العراق تسليم الإيرادات غير النفطية المتحققة فيه إلى الحكومة في بغداد. قال ممثل حكومة كردستان في بغداد فارس عيسى، قال إن إربيل قررت تسليم الإيرادات غير النفطية إلى خزينة الحكومة في بغداد، مشيرا إلى أن الخطوة هي الأولى على طريق حل المشكلة المالية بين الطرفين. وأضاف أن حكومة إربيل قدمت جميع البيانات والقوائم إلى الوزارات المعنية في بغداد، منوها بتوجيه كتاب إلى وزارة المالية لتمويل رواتب كردستان العراق لشهر نيسان الماضي. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية استمرار اتصالاتها مع المسؤولين في بغداد وأنقرة وإربيل والشركات الأمريكية لاستئناف تصدير النفط من كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي. قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، قال إن تطوير طرق مختلفة لإيصال الطاقة العراقية إلى الأسواق العالمية يصب في مصلحة العراق وواشنطن. من جانبها أكدت الشركة الأجنبية العاملة في كردستان العراق أنها مستعدة لاستئناف التصدير بشرط ضمان أموالها المتعلقة بالصادرات السابقة والمستقبلية. ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي في العراق بنسبة 92% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 254 مليون دولار. وباع البنك المركزي في مزاده اليوم 273 مليونا و572,542 دولارا غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار واحد للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي. كشف عضو مجلس محافظة ديالى سالم التميمي عن توقف 6 مشاريع جديدة لأسباب مالية بينها أطول جسر في العراق. وقال التميمي إن 6 مشاريع مهمة واستراتيجية بمقدمتها طريق تأهيل بغداد كركوك بمرحلتين وجسر حمرين الحيوي الذي يعد أطول جسر في العراق وجسر السندية توقفت عن العمل لأسباب مالية نتيجة توقف صرف السلف الخاصة بالشركات المنفذة وعدم حصول الأخيرة على مستحقاتها بشكل انسيابي. لأن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.